الجباري والميسري والجبواني يكسرون جدار الصمت ويصدرون بيانا لتشكيل جبهة وطنية لإنقاذ الجمهورية. ما دلالات البيان ومكان صدوره؟ وفي وجه من يصرخ كاتبوه؟ أهلا بكم. أصدر نائب رئيس مجلس النواب عبد العزيز جباري ووزير الداخلية أحمد الميسري ووزير النقل صالح الجبواني أصدروا بيانا مشتركا دعوا فيه إلى تشكيل جبهة وطنية لإنقاذ الجمهورية من التشظي والعمل على مواجهة انقلابي الحوثي في صنعاء والانتقالي في عدن على حد سواء. البيان ألمح إلى اختلال في علاقة الشرعية مع التحالف ودعا إلى تصحيحها، كما طالب بإنهاء دور الإمارات في اليمن ومحاسبتها على جريمة قصف قوات الجيش وبقية جرائمها ضد اليمنيين على مدى 4 سنوات. هل ستحظى هذه الدعوة بالتفاف شعبي ورسمي خلال الأيام القادمة؟ وما هي الخطوات التالية لهذه الدعوة؟ وكيف سيكون موقف الرئيس هادي والرياض إزاء هذه الدعوات التصحيحية؟ بيان وزاري ثلاثي ألقى حجرا في مياه الشرعية الراكدة منذ فترة ليست بالقصيرة. البيان الذي وقعه نائب رئيس مجلس النواب عبد العزيز جباري ووزير الداخلية أحمد الميسري ووزير النقل صالح الجبواني دعا إلى تشكيل جبهة وطنية لإنقاذ كيان الجمهورية اليمنية ومواجهة انقلاب الحوثي في صنعاء والانتقال في عدن، كما طالب بإنهاء دور الإمارات في اليمن وملاحقتها دوليا على جرائمها بحق اليمنيين خلال السنوات 4 الماضية. مكان وتوقيت البيان حمل معهما دلالة ليست بالهينة. البيان أعلن من القاهرة وهو ما قد يعني احتجاجا ضمنيا على دور الرياض الذي أصبح مكبلا للشرعية لا داعما لها. يؤيد ذلك ما جاء في نص البيان الذي دعا إلى تطوير أسس الشراكة مع المملكة السعودية، الأمر الذي يعني أن العلاقة ليست على ما يرام. أما التوقيت فيأتي في ظل إعلان الرياض التمسك بدور الإمارات في اليمن، رغم إعلان الحكومة اليمنية أمام العالم أن الإمارات أصبحت دولة معتدية في اليمن. البيان لاقى صدى رسميا وشعبيا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. مستشار رئيس الجمهورية عبد الملك المخلافي واكب دعوة البيان ودعا إلى مؤتمر وطني يلتزم بالمرجعيات ويحدد برنامجا وطنيا لإنقاذ البلد. البيان الوزاري تجاهل ذكر رئيس الجمهورية، ومراقبون يفسرون ذلك بأنه اتهام للرئيس هادي بالفشل ودعوة لتجاوز هادي وتشكيل حركة تصحيح وطنية تتدارك ما يمكن تداركه في ظل استمرار صمت هادي تجاه مشاريع التمزيق التي يرعاها التحالف. يبدو بيان الوزراء اليوم خروجا عن صمت الرئيس هادي وانحراف أهداف الرياض في اليمن، ما يعني أن الدعوة ستواجه كلفة عالية على المستوى السياسي والإقليمي وربما القانوني. لكن أبرز نقاط قوتها هو أنها عبرت عن يأس اليمنيين من أداء الشرعية ورغبتهم في مغادرة مربع الصمت والارتهان باتجاه مواقف وطنية حازمة إزاء ما يراد للبلد من مشاريع الفوضى المحلية والإقليمية. مجددا الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي عبر الأقمار الصناعية من تعز السيد عبد العزيز المجيدي الصحفي من هناك. أرحب بك سيد المجيدي. إذن بيان مشترك لأولا نائب رئيس البرلمان عبد العزيز جباري ووزير الداخلية الميسري وكذا وزير النقل الجبواني يدعو لتشكيل جبهة وطنية للدفاع عن الجمهورية وإنهاء مشاركة الإمارات، قد يحمل في طياته دعوة إلى إنهاء مشاركة الإمارات في التحالف. كيف قرأت مضمون هذا البيان وما حمله من نقاط؟ مساء الخير. الواضح أن البيان في السياق الذي يأتي فيه وفي الظرف أيضا يؤكد بأن هناك شكل من أشكال عدم الثقة بالمملكة العربية السعودية التي لا زالت تواصل تمنح الغطاء للإمارات للعبث في التفاصيل اليمنية، وبالتالي كان هناك موقف إلى حد كبير هو ظهر بأنه شخصي للشخصيات الثلاثة
وهو بالتأكيد ربما يشير إلى أن السلطة الشرعية ربما دفعت هؤلاء الثلاثة للإعلان عن موقف ضاغط من أجل أيضا رفع الصوت في وجه السعودية بطريقة غير مباشرة، بما يؤدي أيضا ربما إلى تعديل الموقف السعودي، وهو رهان على ما يبدو بأن الشرعية تحاول البحث عن أي منفذ للضغط على السعودية لتعديل موقفها، وهذا من خلال التجارب التي مرت على البلاد منذ 5 سنوات. أعتقد بأن الرهان على السعودية لم يعد مجديا على الإطلاق. السياسات السعودية بالتأكيد لم تعد حتى قادرة على خدمة الأهداف الاستراتيجية السعودية المتعلقة بالأمن القومي السعودي، وأيضا مواجهة المخاطر والتهديدات الأمنية المتعاظمة بسبب وجود قوى مسلحة على حدودها المباشرة في طيب الجنوب. قبل الحديث عن السعودية سيد المجيدي، أصبح مثل هذا قبل نعم. الحديث عن السعودية سيد المجيدي، الآن في يعني هذا البيان فيه قام به أو دعا فيه 2 من وزراء الحكومة وأيضا نائب رئيس البرلمان، هذه التشكيلة المشتركة ما الذي تشير إليه في خضم أنه هناك كانت أساسا بيان من قبل الحكومة، كان هناك تصريح لممثل الجمهورية اليمنية في مجلس الأمن السفير السعدي حول التحركات الإماراتية والقصف الإماراتي للقوات قوات الحكومة الشرعية في عدن؟ كما قلت لك، ربما الحكومة الشرعية والسلطة لا زالت تراهن على فكرة المناورة من خلال البيانات والضغط السياسي. البيان بالتأكيد هو مهم، والشخصيات التي تصدرت هذا البيان هي شخصيات لها ثقلها. نحن نتحدث عن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، وهذا الرجل كان له دور في قيادة المواجهات في عدن عندما بدأت المعارك مع المجلس الانتقالي من أجل السيطرة على عدن والمحافظات الجنوبية. بالإضافة إلى ذلك، هناك نائب رئيس مجلس النواب عبد العزيز قباري، وهذا الرجل له صوت مرتفع منذ فترة طويلة وليس من الآن. كان هذا الرجل صاحب مبادرات إلى حد كبير وطنية، ودقن قوس الخطر في وقت مبكر، وطالب بإعادة النظر في صيغة التحالف القائمة بين الحكومة الشرعية والتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات. لكن أيضا هذا الصوت يأتي بعد أسبوع من صدور بيان سعودي بدأ كما لو كان تراجعا، البيان السعودي المشترك مع الإمارات بدأ كما لو كان تراجعا عن الموقف الذي أعلنته السعودية مسبقا بشأن موضوع التزامتها عن بحماية الوحدة ورفض فرض أمر واقع بالقوة وما إلى ذلك. هناك لقاءات تجري مع الجانب السعودي في مدينة جدة برئاسة نائب الرئيس ورئيس الحكومة ووفد حكومي رفيع. هذا الوفد من المفترض كما كانت تطالب المملكة العربية السعودية أن يجلس مع وفد المجلس الانتقالي للحوار، لكن الرئيس هادي والسلطة الشرعية تتشدد في هذا الجانب وتطالب بإنهاء الانقلاب أولا وإعادة المعسكرات والمرافق والمؤسسات الحكومية، ومن ثم بالإمكان الجلوس والتفاهم. البيان جاء بعد هذا، بعد هذه الجلسات، كما لو كان تعبيرا عن خيبة أمل من الموقف السعودي. الموقف يعني السعودي أيضا هناك نقطة مهمة هنا، أيضا البيان صدر في القاهرة لم يصدر في الرياض. بالتأكيد مجرد أن يصدر من القاهرة هو بالتأكيد موقف يعبر عن خيبة أمل من السعودية، رغم أنه عمليا يدعو إلى تحالف استراتيجي مع السعودية، وهو إلى حد كبير مطلب واقعي بالنظر إلى التهديدات المشتركة بين اليمن والسعودية. لكن أيضا الرهان على يقظة السعودية في هذا الوقت من وهذه المرحلة من الحرب وبعد هذه التجارب المريرة، أعتقد بأنه ليس صحيحا البتة، بمعنى أنه يتوجب على الحكومة الشرعية والسلطة التنويع على خيارات بديلة تسعى من أجل الخروج من هذا المأزق، مأزق الارتهان والرهان على المملكة العربية السعودية. من الواضح أن السعودية تتخبط، ليس لديها استراتيجية واضحة في التعامل مع الشأن اليمني، هي تؤذي نفسها أيضا. يعني الهجمات الأخيرة التي شاهدناها في على المنشآت النفطية، وهي هجمات بالتأكيد ليست عادية، لكن من الواضح أن السعودية تتعامى وتتجاهل عن هذه المخاطر الكبيرة، وبسبب سياساتها هي تدفع ثمن باهظ. اليوم الحوثيين
بلغ بهم الأمر حد تبني هجمات تزعم بأنها هي من يقف خلف هذه الهجمات في السعودية، بينما تتحدث معلومات وهي معلومات شبه مؤكدة، وسبق أيضا في الهجمات السابقة على ينبع أن الهجمات قامت بها أيضا أذرع إيرانية من العراق أو من أماكن أخرى، بمعنى أن اليمن لم تكن منطلقا لهذه الهجمات. مع هذا الحوثي يتصدى لهذه الهجمات ويعلن استعداده لتحمل الكلفة، وحرف الردود الأفعال الانتقامية والعنيفة التي يمكن أن تصدر عن السعودية باتجاه اليمن، بمعنى أن الحوثي أصبح طرفا متماهيا مع إيران، حد التضحية باليمن وباليمنيين وبنفسه من أجل افتداء هذا المشروع. في الوقت نفسه السعودية بعد 4 سنوات ثبت ومن خلال التحالف بأنها عمدت طوال هذه الفترة لتفكيك الشرعية وإضعافها وإيصالها إلى ما وصلت إليه. اليوم لم نعد نواجه انقلابا واحدا، هناك انقلابين، انقلاب رعته ودبرته الإمارات في 2014 وأتت بها السعودية مجددا لتقوم بعملية إعادة الشرعية، وهذه واحدة من المفارقات الكبيرة. ثم بعد ذلك بعد 4 سنوات قامت بتدبير عملية انقلابية ثانية في عدن، ونشاهد ما نشاهده من هذا العبث، بمعنى على السلطة الشرعية أن 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 تبحث عن خيارات بديلة. ليس بالضرورة أن السعودية تصبح في النهاية هي الملاذ الوحيد والأخير، هناك خطوات كان يجب الاشتغال عليها. السعودية ضغطت من أجل التراجع عن مخاطبة مجلس الأمن وعاقت التحرك على هذا المستوى، وبالتأكيد هي تعمل مدفوعة بضغوط إماراتية وتبدو مذعنة وخاضعة بطريقة مذلة. ومع هذا أيضا هذا الأمر يفترض أن يوجه رسالة صريحة للسلطة الشرعية بأن السعودية لا يمكن أن تكون وكيلة للحكومة الشرعية بقدر ما هي وكيلة للإمارات ولنفوذ الإمارات ولمصالح الإمارات. نحن بعد ما يقرب من 5 سنوات على الحرب وإعلان التحالف العربي ثبت بأننا أمام تحالف لتنفيذ مخططات ومصالح الإمارات وليس لإعادة الشرعية. طيب فيما يتعلق بالبحث عن الخيارات البديلة، دعنا نشرك معنا في الحوار السيد ياسين التميمي أمين عام للهيئة الوطنية لحماية السيادة ودحر الانقلاب. أهلا بك سيد التميمي. إذن تفاعلتم مع البيان الذي أصدره جباري والميسري وكذا الجبواني، دعوتم أنتم أيضا في الهيئة الوطنية للدفاع عن السيادة لتشكيل حركة وطنية، ما هي رؤيتكم لهذه الحركة أنتم في الهيئة؟ تحية لك ولمشاهدي قناة بلقيس. يعني رؤيتنا، أنا أعتقد أنه ليس هذا الاستفتاء الذي أيدناه وباركناه، رؤيتنا أنه لا يمثل طرفا ثالثا، بل هو طيف واسع يتحلق حول الجمهورية والدولة الاتحادية متعددة الأقاليم والسلطة الشرعية الحالية. ولهذا التحالف ينبغي أن يستوعب هذه الفكرة وألا يذهب باتجاهات مختلفة ويذهب وراء مشاريع مختلفة يمكن أن تشتت يعني وجهة نظر الناس وتشتت اهتمامهم بالقضية الأساسية. الدولة اليمنية اليوم تواجه كما قال ضيفك الكريم مخططا لتفكيكها ولهزيمة الجمهورية ولخلق واقع متضعضع في اليمن يسهل السيطرة عليه من قبل قوى إقليمية هي تآمرت على اليمن فيما قبل، ثم دخلت كقوات تحالف داعمة للسلطة الشرعية، واليوم تتخبط وتعمل على تخليق تحديات جديدة منها تمردات وانقلابات كالتي شهدناه في عدن. لهذا أعتقد أن الدعوة التي وجهها الساسة الثلاثة عبد العزيز جباري وأحمد الميسري وصالح الجبواني هي دعوة في محلها، وفي صحيح أنها تأخرت، ولكن أعتقد أنها تأتي ضمن سياق تاريخي مهم للغاية وينبغي أن يتفاعل معها جميع اليمنيين، وهي اختبار لجميع الأطراف على الساحة اليمنية لكي يظهروا نواياهم الحقيقية حيال مستقبل اليمن. هل هم مع استعادة اليمن ووحدته وسلامته ودحر التهديدات التي تعترض مسيرته ومسيرة استعادة دولته في هذه المرحلة أم لا؟ الاصطفافات التي نطمح ونتطلع إليها في الهيئة الوطنية لحماية السيادة ودحر الانقلاب هي تتسق بشكل كامل مع ما دعا إليه الساسة الثلاثة، وهو تشكيل
طيف واسع يتحلق حول المشروع الجمهورية وحول الجمهورية اليمنية والسلطة الشرعية التي تمثلها، ويستدعي كل الأطراف السياسية بلا استثناء لكي يواجه التحديات الخطيرة التي تواجه اليمنيين في هذه المرحلة. فيما يتعلق بهذه النقطة سيد التميمي، يعني أنتم قلتم أن الشرعية مصدرها الشعب وهو صاحب الاختصاص في الدفاع عن نفسه، هل تعنون بذلك أنه بالإمكان تجريد الرئيس هادي من سلطته إذا ما تأسس مثلا مجلس عسكري لإدارة البلاد؟ يعني الرئيس عبد الرب منصور هادي بما أنه رأس السلطة الشرعية لا يمكن أن يبقى مظلة لكل هذه المخططات التي تستهدف الدولة اليمنية. حتى هذه اللحظة الرئيس عبد الرب منصور هادي خصوصا في المرحلة الأخيرة أظهر موقفا لا بأس به وفقا لما رشح، وهو يقاوم فكرة الذهاب إلى حوار مع الإنقلابيين والذي من شأنه أن يثبت المكاسب السياسية للمتمردين الجدد والإنقلابيين الجدد في عدن. لكن أيضا الرئيس عبد الرب منصور هادي إذا اعتقد أن كونه رمزا للسلطة الشرعية هذا يخوله لتقديم تنازلات من شأنها تهدد الدولة اليمنية وسلامتها وسلامة التراب الوطني، فهذا يستدعي على الفور تدخل اليمنيين لأنهم هم مصدر هذه الشرعية. الشرعية ليست أفرادا، الشرعية هي مؤسسات وهياكل، وبالتالي أي تصرف خارج المبادئ الأساسية للجمهورية اليمنية وخارج المسؤولية الدستورية فهذا الأمر يستدعي من الشعب اليمني التدخل فورا لإظهار حقه في ممارسة سيادته على الأرض، وبالتالي محاكمة كل طرف من شأنه أن يهدد سلامة الدولة اليمنية حتى لو كان يشغل منصب أساسي في السلطة الشرعية بما في ذلك الرئيس ورئيس الوزراء ونواب ونائب الرئيس ورئيس مجلس النواب وكل من يشغل منصب سيادي كبير في الدولة اليمنية. هؤلاء خاضعين للدستور اليمني، والشعب اليمني بما أنه مصدر هذه السلطات لديه القدرة على التدخل الفوري لمواجهة أي محاولة من هذه الأطراف من هذه الرموز من هؤلاء المسؤولين من هذه القيادات للتنازل عن مسؤولياتها الدستورية أو التصرف خارج أو على الضد من المسؤوليات الدستورية وما يقتضيه الدستور. هذا ما أردناه، لكن نحن الآن لا نفكر في بديل للسلطة الشرعية لأن هناك أطراف كثيرة تريد أن تدحر السلطة الشرعية من المشهد السياسي، وهذا سيفيدها كثيرا لكي تثبت الحوثيين بمشروعية كاملة في الشمال والإنقلابيين الجنوبيين الجدد بمشروعية كاملة في الجنوب، وأي طرف آخر يمكن أن يدعي سلطة على الساحة اليمنية يمكن أن يكتسب مشروعية جديدة إذا امتلك السلاح الكافي للدفاع عن هذه المشروعية. لهذا السلطة الشرعية اليوم هي حصانة وينبغي الدفاع عنها، لكن أيضا هي تحت رقابة الشعب ولا يمكن للشعب أن يتخلى عن مسؤوليته في حال قصرت السلطة الشرعية عن دورها ومهامها الدستورية. شكرا لك سيد ياسين التميمي أمين عام الهيئة الوطنية لحماية السيادة ودحر الانقلاب، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول. بالعودة إليك سيد المجيدي، يعني في سياق الحديث عن جميع هذه البيانات هناك كانت أيضا تغريدة لسيد عبد الملك المخلافي أيضا يقول فيها أنه اليمن بحاجة إلى مؤتمر وطني جامع وكذا حكومة مصغرة ربما. برأيك ما هي يعني كيف ترى المستقبل المنظور فيما يتعلق بالإدارة السياسية للبلاد؟ لا أعتقد أن البلد بحاجة الآن إلى مؤتمرات أخرى، لدينا مخرجات مؤتمر حوار وطني وأصبحت هذه المخرجات واحدة من المرجعيات المهمة التي تؤكد عليها القرارات الدولية والتي أيضا تؤكد عليها الشرعية، وأيضا الشعب اليمني يطالبون بهذه المرجعية الأساسية والمهمة التي تمثل خلاصة إرادة الشعب اليمني. وبالتالي إذا كان هناك من حاجة فهي الحاجة تقريبا إلى وجود جبهة وطنية واسعة بالمنطقة الذي جاء في بيان المسؤولين الثلاثة. هذه الجبهة التي دعا إليها المسؤولين الثلاثة تؤكد على مسألة دعم مؤسسات الدولة وتوجهاتها في الحد من التدخلات الخارجية غير القانونية التي تمس بالسيادة، وبالتالي نحن بحاجة إلى استشعار هذه اللحظة التاريخية الفارقة وإلى حساسية المرحلة وإلى وعي التحديات والمخاطر الوجودية التي تحدق بالبلد. الكل بحاجة الآن ترك الخلافات الجانبية والذهاب مباشرة باتجاه مواجهة المخاطر الخارجية التي أصبحت ماثلة للعيان من خلال تصرفات الإمارات وأذرعها المسلحة في عدن، وأيضا
الوجود الإيراني من خلال الحوثيين في صنعاء والمناطق الأخرى. بالتالي الدعوة التي وجهها الأستاذ عبد الملك المخلافي في هناك أجزاء منها أعتقد بأنها جيدة وتتحدث طيب عن عمليات إعادة نعم صياغة الأولويات للحديث عنها أيضا الشرعية وتصحيح المسار، وأعتقد بأن هذا الأمر مهم للغاية. طيب للحديث عنها سيد المجيدي، للحديث عنها بشكل أكبر دعنا نشرك معنا في الحوار السيد عبد الملك المخلافي مستشار رئيس الجمهورية وزير الخارجية السابق. أرحب بك سيد المستشار. إذن أستاذ عبد الملك، أنتم قلتم أن اليمن بحاجة إلى مؤتمر وطني جامع يحمل جملة من الأهداف، يعني يتحدث السيد عبد العزيز المجيدي أن المؤتمرات كثرت ولم يكن هناك حل. ما هي رؤيتكم أنتم بالضبط لهذه النقطة؟ في كل الأحوال ليس كثرة المؤتمرات أو قلتها هو المشكلة. المشكلة أنه في لحظة فارقة معينة من التاريخ أنت بحاجة إلى أن تجمع الناس على موقف واحد وعلى برنامج واحد. صيغة جمع الناس هو أن الآن تلتقي كل القوى السياسية بما فيها الشرعية من أجل هذا المؤتمر الوطني الجامع. لدينا مشكلة، كان لدينا مشكلة مع الحوثيين وهي المشكلة الأساسية والتي على أساسها اتفق اليمنيون في مرحلة من المراحل في مواجهة هذا الانقلاب الحوثي، ولكن طول الفترة دون أن يحسم الأمر تولدت لدينا مشكلات أخرى. تولد لدينا الانقلاب وتمرد في عدن من قبل المجلس الانتقالي، تولدت لدينا مشكلة حقيقية مع التحالف العربي، وتولدت لدينا قدر من التفكك في جبهة الشرعية. كيف نعيد نطلق العملية السياسية من خلال مؤتمر وطني جامع؟ أنا قلت بأنه تحت سقف المرجعيات بهدف دعم الشرعية، لأننا أخشى أن نجر الآن إلى محاولة اتفاقات ثنائية مثل الاتفاق بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، قد يؤدي إلى اتفاق سلم وشراكة جديد. لست مع إقصاء الانتقالي، ولكن في تقديري أن الانتقالي يمكن أن يتم استيعابه إذا أراد ذلك، كما استيعاب بقية مكونات الجنوب بما فيها مؤتمر حضرموت الجامع وفصائل من الحراك الجنوبي في إطار هذا المؤتمر الوطني، لنستطيع معا أن نخرج بصيغة تعزز الشرعية وتعزز حضور الدولة وتنشئ حكومة لها مصداقية وقبول داخلي وخارجي، ونطلق عملية مواجهة الانقلاب والتحرير. لكن أليس من الخطير يعني الجلوس في مؤتمر واحد لإخراج رؤية موحدة مع ناس حملوا، مع جهات حملت السلاح في وجه الحكومة الشرعية في البلاد؟ طبعا هذا الأمر شرط أساسي هو أن يكون هناك تسليم بما ذكر في إطار هذه الدعوة، وهي المرجعيات الشرعية، التخلي عن السلاح، وليس يعني موافقة غير مشروطة. لكني في تقديري أنه في حالة الالتزام بهذه الأشياء، وهي أيضا شروط الآن للحكومة في حوار جدة، سيكون أفضل من عقد اتفاق الذي ندفع إليه، عقد اتفاق ثنائي بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الذي سيجعل المجلس الانتقالي ندا للحكومة الشرعية. لماذا؟ سيجعل ما يتم الآن من حوار، نعم هذا ما يتم الدعوة إليه الآن وما يتم الضغوط في إطاره. يعني أقصد لماذا هي المسألة أن الحوار الوطني الجامع هو أفضل من الحوار الثنائي ما بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الذي يبدو أن المشكلة معه؟ الحوار الوطني الجامع هو إعادة لمنمة الشرعية في إطار رؤية واضحة يمكن أن يتم استيعاب المجلس الانتقالي أو هذه المشكلة في إطاره، في إطار نفس شروط وسقف المؤتمر الوطني الجامع وهو الشرعية والمرجعيات. لكن الحوار الثنائي سيكون له شرط القوة التي صنعت لها مكانة على الأرض، وسيكون له شرط أو سيكون له الندية الثنائية، هذا أمر مرفوض وغير مقبول. طيب سيد المستشار، عن حل مشكلة وطنية ولا نتحدث عن يعني صفقة
بين المجلس الانتقالي والشرعية. طيب، فيما يتعلق بحديثك عن المرجعيات، هناك الكثير من يتحدث على أن الظروف التي باتت فيها الحكومة الشرعية الآن، الشرعية بشكل عام من ضمنها الرئاسة أيضا، تفرض شكل جديد. يعني الوضع الحالي نسف إلى حد ما المرجعيات الماضية، نحن بحاجة إلى مرجعيات جديدة. لا، أنا في تقديري إذا وصلنا إلى هذه القناعة بأننا نسفنا المرجعيات الماضية، فهذا يعني انتصار الحوثي أولا، وهذا يعني الالتفاف على كل نضالات اليمنيين. ما هي هذه المرجعيات؟ هي ثلاث مرجعيات: المبادرة الخليجية التي على أساسها جاءت شرعية الرئيس هادي وشرعية الهيئات، والتي عملت بالانتخابات التي نصت عليها المبادرة الخليجية، والمرجع الثاني مؤتمرات الحوار، مؤتمر الحوار الوطني ونتائجه، وهو المؤتمر الذي لا أعتقد أن هذه التضحيات من قبل اليمنيين جاءت من أجل التخلي عنه، وإلا كنا قد قبلنا بانقلاب الحوثي وكنا قبلنا بصالح. هذه المؤتمر الحوار الوطني جاء ل يعني مستندا لثورة 11 فبراير ولتضحيات اليمنيين ولتطلعاتها. والمرجعية الثالثة هي القرار الأمم 2216 الذي لا زال يوصف الانقلاب الحوثي وكل ما يشابهه من تمرد على الشرعية وانقلابات بأنها غير شرعية، وأن حكومة الرئيس هادي هي الحكومة الشرعية. فإذا تخلينا عن هذه المرجعيات الثلاث، معناها أننا نسفنا كل شيء وذهبنا البلد إلى المجهول. هذه المرجعيات الثلاث هي محل إجماع وطني وعربي ودولي، وهي الأساس الذي يمكن أن يترتب عليه أي حل، سواء كانت حلول جزئية أو حل شامل، وأيضا لأي سلام مع الإنقلابي الحوثي. وإلا كان إذا ذهبت المرجعية سنكون أمام مرجعية القوة وفائض القوة فقط الذي ولد انقلاب الحوثي وانقلاب عدن، وسيؤدي إلى تناسل الانقلابات وتمزيق اليمن. طيب، فيما يتعلق بالحديث عن الحكومة المصغرة، هذا يعني الحديث عنها كان منذ تقريبا بداية يعني اشتداد الحرب مع الانقلابيين. ما الذي يجعلك الآن تعتقد أن الظروف باتت مواتية لإنشاء مثل هكذا حكومة مصغرة، خاصة مع الحديث على أنه هناك الكثير أو هناك كتلة ضخمة من المصالح الشخصية، المصالح القوى النفوذ والمصالح الإقليمية أيضا، التي تحتم بشكل أو بآخر الوضع الذي نراه حاليا على مستوى عدد الوزراء؟ صحيح بأن هذا مطلب قديم، ولكنه مطلب صحيح. ما يجعلنا متفائل الآن أن عدد الذين صاروا مقتنعين بحكومة مصغرة صار أكثر، كما تلاحظ بأن كل أولا التحالف الوطني للقوى السياسية اتجه هذا الاتجاه، كل الأحزاب عبرت في بياناتها الأخيرة عن الحاجة لحكومة مصغرة. في تقديري بأن القيادة السياسية صارت أيضا يعني تتقبل هذه الفكرة، ثم أن الوضع الحالي يقتضي آليات عمل وحكومة مختلفة عن تلك التي كانت من قبل، حكومة لها فعالية ولها مصداقية وليست حكومة ترضيات. الصيغة السابقة ورثتنا كثير من المشكلات، ولا بد من صيغة جديدة. أظن بأن عدد المقتنعين بها بما فيها القوى السياسية التي بعضها كانت تعارضها صارت أكثر من ذي قبل، فإذا ما يجعلنا أقول أتفائل بأن المقتنعين بها أكثر والضرورة الآن تفرضها أكثر. شكرا لك سيد عبد الملك المخلافي، مستشار رئيس الجمهورية وزير الخارجية السابق، كنت معنا عبر الهاتف. العودة إليك سيد المجيدي، هل من تعقيب على ما تفضل به سيد المخلافي؟ ما طرحه الأستاذ عبد الملك بشأن مؤتمر حوار جامع قد يكون أحد الخيارات مثلا مع وجود ضغط كبير من قبل الإمارات والسعودية، لكن هذا عمليا يعيدنا ويذكرنا باتفاق السلم والشراكة الذي نجم عن هيمنة الحوثيين على صنعاء والسيطرة عليها. هذا الاتفاق عمليا كانت أطرافه جميع الأحزاب السياسية وبالإضافة إلى الحوثيين والسلطة الشرعية، بمعنى أن اتفاق السلم والشراكة جاء لتثبيت الحوثيين ومن خلفهم أيضا ونفوذ إيران في صنعاء، ولاحقا كرس سلطتهم كسلطة عليا صاحبة القرار الأخير في الوضع داخل صنعاء وتاليا في المناطق الجمهورية بشكل عام.
السؤال إذا كانت المرجعيات الأساسية سواء مثلا وثائق مخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور وما إلى ذلك، إذا كانت هذه المرجعيات غير معترف بها مثلا من طرف الانتقالي في عدن، وهو أصلا لا يعترف أصلا حتى بكونه مكون يمني، فما بالك بالاعتراف بالمرجعيات الأخرى، فكيف بالإمكان أن تأتي بالانتقالي للاعتراف ب وثائق مؤتمر الحوار الوطني أو مخرجات مؤتمر الحوار الوطني؟ وإذا كان سيشارك إذا ما الداعي لوجود مؤتمر حوار وطني أصلا؟ يعني لكن ألا ترى أن مسألة جلب سيد عبد العزيز المجيدي فقط مخرجا سياسيا فقط لتمرير الأمر الواقع القائم، وهو بالمناسبة يتجاهل واحدة من أهم الحقائق الموجعة لليمنيين، وهي أن المجلس الانتقالي لا يمثل نفسه. المجلس الانتقالي تأسس وتشكل بأمر من الإمارات العربية المتحدة، وهي التي أنشأت وكونت له الميليشيات والأدرع. طيب يعني في ظل هذا الوضع الإقليمي الملتبس ومن ثم قامت بقصف القوات الحكومية، بمعنى أنه بعد الالتئام مؤتمر حوار وطني كما دعا إليه الأستاذ عبد الملك، سيعني هذا بأن الدعوة لإنهاء وجود الإمارات سيكون خطا أحمر، سيما بأن هذا ممكن أن يكون جارحا للمجلس الانتقالي الذي سيكون عضوا في المؤتمر. وبالتالي لكن سيد المجيدي، يعني ألا ترى أن جلب المجلس الانتقالي، جلب ممثلي المجلس الانتقالي بالدعوات التي دوما ما يرفعوها، دعوات مسألة الانفصال وما شابه، وكذا جلب كما يقول السيد المخلافي ممثلي مؤتمر حضرموت الجامع أيضا لذات المؤتمر هذا الذي يدعو إليه، يمكن تحت سقف مرجعيات الثلاث، لا تنسى هذه النقطة المهمة كثير، يمكن أن يعني يخفف الكثير من الشحن الموجود بداخل المحافظات الجنوبية، وقد يوحد بالفعل الجبهة تحت راية المرجعيات الثلاث بمواجهة الهدف الأساسي الذي يعني هي موجودة الشرعية من أجله الآن، أو موجود التحالف من أجله الآن وتقاتل من أجله الشرعية، وهو مواجهة الانقلاب. في كل الأحوال هذه الفكرة ربما تخدم الوضع القائم في عدن، ولن تؤدي إلى استتباب الوضع والتراجع عن الخطوات والإجراءات التي تمت، وبالعكس سيعزز من قوة وسيشجع أيضا أطرافا أخرى إلى المضي بنفس الخطوة، من ثم سنكون بحاجة لمؤتمرات جامعة جديدة ووثائق جديدة، بحيث أننا سنفتح الباب على مصراعيه لكثير من هذه الإشكالات. من المفترض أن هناك سلطة شرعية هي تمثل إرادة اليمنيين، هذه السلطة الشرعية جاءت بالتحالف العربي، التحالف العربي طرف رئيسي فيه، قام بشكل صريح وعلني وفق وبكل تبجح ب عملية انقلابية، وقام بقصف الجيش الوطني، وهي جريمة يفترض ألا تمر وألا يتجاهلها اليمنيون وألا تتجاهلها أي دعوة للوفاق والوئام بين الأطراف والمكونات اليمنية، لأن من شأن هذا الأمر أيضا تكريس فكرة هيمنة وسيطرة دولة أصبحت تمارس شكل من أشكال الغطرسة ضد اليمنيين، وهذا أمر لا أعتقد بأنه سيكون سويا، وسيكرس فكرة الإذعان والسيطرة لمصلحة هذا الطرف المتبجح والذي يحاول أن يفرض أمر واقع. من المفترض البحث عن خيارات تسعى من أجل تكتيل الناس خلف الشرعية القائمة، وبنفس الوقت لا يمنع هذا الأمر من التشاور والنقاش بشأن مسألة إعادة النظر في طبيعة آليات و أدوات السلطة الشرعية والبحث عن خيارات من أجل أيضا تشكيل حكومة مصغرة. هذا المطلب كان قديما وارتفعت حناجر الصحفيين والمتابعين والمحللين منذ بداية الحرب بأن البلاد بحاجة إلى حكومة أزمة وحكومة حرب، وليس بحاجة لحكومة تصل حقائبها إلى قرابة 40 حقيبة في ظل حرب وأزمات والكثير من الوظائف والمسميات الكبيرة والفارغة التي لا تقوم بأي دور. طيب. المسألة الجلوس بين الأطراف اليمنية هي مسألة مهمة، لكن هذا الأمر يجب أن يحدث عقب
إنهاء الانقلاب في عدن، وهذا الأمر لا يتطلب خطوات تعجيزية على الانتقالي، أن يتراجع عن الخطوات التي قام بها وأن يخلي المؤسسات الحكومية والمعسكرات ويسلمها للسلطة الشرعية. لكن لو كان الأمر بهذه السهولة لما حدث، يعني البحث عن خيار، لو كان الأمر بهذه السهولة سيد المجيدي المسألة كانت أيضا قد تكون مشابهة في صنعاء، ولكان يعني ميليشيات الحوثي لقامت بذات الأمر في صنعاء أيضا وما كانت هذه الإشكالات كلها. لكن دعنا في هذه النقطة نشرك معنا في الحوار السيد عبد الغني الموري الكاتب الصحفي الذي ينضم لنا عبر الهاتف من إسطنبول. أرحب بك سيد الموري. إذن بداية بيان وزيري الداخلية والنقل وكذا نائب رئيس البرلمان، نتحدث بشكل أساسي اليوم عن هذا البيان، كيف وجدت هذا البيان وما طرحه من مطالب أو دعوات؟ ألو لحظة سيد الموري هل تسمعني؟ فقدنا الاتصال إذن مع السيد عبد الغني الموري، سنحاول إعادة الاتصال فيه. أعود إليك سيد المجيد، يعني نتحدث عن الخيارات في ظل واقع الحكومة الشرعية الآن، دعنا نكون واقعيين، ما الذي يمكنها أن تفعله؟ في ظل الأمر في ظل الوضع الحالي الآن، هي أمامها خيارات مريرة بالتأكيد. الخيار المرير هو الإذعان والقبول بالتفاوض في ظل هذا الوضع، والتفاوض بالتأكيد لن يكون حتى مع مطالب المجلس الانتقالي. اليوم يتم تسريب أنباء ومعلومات مؤكدة أن ما يطرح حتى في جدة ليس عبر المجلس الانتقالي بل ما تطرحه الإمارات بالضبط. الآن اليمنيون وصلوا إلى مرحلة مزرية من الدونية في التعامل مع طرف التحالف وتحديدا مع الإمارات. الإمارات اليوم تتشرط بمسألة السيطرة والإبقاء على الموانئ والمطارات والمناطق الحيوية، وهي تريد الإبقاء عليها تحت إمرتها إلى هذا الحد، بمعنى أن مطلوب من الحكومة الشرعية ومن أطراف ومكونات الشرعية والشعب اليمني القبول بسيطرة الإمارات على هذه المناطق باعتبارها جائزة مشاركتها في التحالف العربي الذي زعم بأنه جاء لإعادة الشرعية في اليمن. هذا أمر لا أعتقد بأن أحدا من اليمنيين يمتلك حسا بسيطا بالانتماء لهذا البلد بالإمكان أن يقبل بهذا. باطن الأرض ربما أفضل بكثير من البقاء تحت فوق الأرض بهذا الشكل المذل. الخيار الآخر هو أن تذهب باتجاه البحث عن خيار عن وسائل أخرى للضغط على السعودية، لأن السعودية هي المعنية بدرجة رئيسية بالتعامل مع الإمارات. اليوم السعودية بشكل رسمي أعلنت بأنها هي من يوفر هذا الغطاء للغطرسة الإماراتية، وهي التي أكدت في بيان رسمي بأن تحالفها مع طيب نعود للبيان سيد المجيدي، وهذا التحالف نشأ بعيدا عن الاعتبارات المتعلقة نعود إلى البيان مع السيد عبد الغني الموري. نعم وتحالف أرجو أن تتفضل بالبقاء معي. أعود إليك أرحب بك مرة أخرى سيد عبد الغني الموري في الحديث عن بيان المشترك للجبواني وكذا الميسري وسيد عبد العزيز الجباري نائب رئيس مجلس النواب، ما هي أبرز النقاط والملاحظات التي وجدتها في الدعوة التي حملها البيان؟ في الحقيقة الملاحظة الأبرز أن هناك البيان الثلاثي إذا جاز التعبير هو تعبير عن انقسام في صفوف الشرعية. نحن نتحدث عن شرعية منقسمة على ذاتها، ولذلك نجد وزيرين ولا نجد رئيس الوزراء مثلا، أو أن هذا البيان يصدر عن رئاسة الوزراء أو مجلس النواب. وسبق لأحد الذين وقعوا على هذا البيان أن اتهم رئيس المجلس بأنه يعيق إصدار مثل هذا البيان. إذن نحن أمام سلطة نقول أنها سلطة شرعية منقسمة على ذاتها، وهذا البيان هو تأكيد لهذا الانقسام. بات واضحا أن هناك مسؤولين في السلطة اليمنية يتبعون الرئيس هادي، وهناك مسؤولين يتبعون الإمارات ويتبعون ربما السعودية، وبالتالي فأصبحنا في وضع بائس للغاية. ففي حين الحوثيين يؤكدون السلطة موجودة في الشمال، وهناك أيضا في المقابل
الانتقالي يحاول قدر الإمكان أن يبني السلطة من في المناطق التي يسيطر عليها. نحن بصدد انقسام في السلطة الشرعية وهذا أمر واضح للغاية. يعني طيب فيما يتعلق بالبيان ذاته، البيان لم يأتي بجديد منذ الجريمة النكراء التي قام بها الطيران الحربي الإماراتي ضد قوات الجيش اليمني، وهناك يعني تململ من دور الإمارات، وهناك حتى لغة حادة تجاه الإمارات عبر عنها ربما نائب وزير الخارجية اليمني بشكل واضح ومتكرر. ولكن مثل ما قلت لك، نحن الآن بصدد سلطة ليست سلطة، أو شرعية ليست شرعية، أو أكثر من شرعية، وبالتالي البيان لن يضيف شيئا أكثر من الذي قاله هادي والذي تقوله وزارة الخارجية يوميا. يعني حتى على المستوى الشعبي مثلا برأيك؟ لا أعتقد ال 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 الجديد الذي يمكن أن يضيفه هذا البيان أن يكون بداية لتشكل يعني مكون سياسي يعني مستقل ربما عن الرئيس هادي ربما، لكن هذا أيضا له مخاطر كثيرة. لكن أنا الذي لفت نظري أنه صدر، أن هذا البيان صدر عن أشخاص يقيمون في مصر، ومصر كما هو معلوم هي الآن يعني على تنسيق تام مع أجهزة المخابرات الإماراتية، وهذا أمر مثير للغاية. لكن أعتقد أن وجود المسؤولين الثلاثة في مصر هو لترتيب يعني مثل ما نقول هو استكشاف للمسؤولين اليمنيين الذين ما يزالون مع الشرعية مع الرئيس هادي. ربما نرى مزيد من الشخصيات التي تؤيد هذا البيان، وهذا مؤشر إلى أن هناك ربما، ونقول ربما لأننا لا نعرف، أنت تعرف السياسة في اليمن لا تعرف شيء يعني، ربما يكون هذا مقدمة لنشوء كيان كبير أو جبهة وطنية كبيرة تضم مجموعة كبيرة من الشخصيات، على أن يتم التخلص تدريجيا من الوزراء التابعين للإمارات والضاحي خلفها. أشكرك سيد عبد الغني الموري الكاتب الصحفي. الاسم الذي أنا أتحدث عنه مؤخرا هو للسخرية وليس يعني من الناحية الواقعية. المعذرة، لم يعني قطعتك أنا في البداية، لو تعيد ما آخر جملة. عفوا، أنا قلت عندما ذكرت ضحي خلفان ذلك من باب السخرية لا أكثر يعني. إذن أشكرك سيد عبد الغني الموري الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول. بالعودة إليك سيد المجيدي، فيما يتعلق بالحديث عن أن هناك الآن اصطفافات بداخل الشرعية، كما يشير سيد الموري أن هذا البيان يشير إلى ذلك، أن من مع الرئيس هادي بات واضحا، ومن هو مع الإمارات وربما أطراف أخرى بات اصطفافهم واضحا. ما هي خيارات كلا الطرفين؟ ما هي الأوراق التي يملكها كلا الطرفين إن صح التعبير؟ الثابت أن حكومة الرئيس هادي هي عبارة عن تشكيلة متنوعة لتمثل إلى حد كبير إملاءات أطراف في التحالف، وهذا أمر يعني واضح ولا يحتاج إلى إثبات. يعني كثير من القرارات التي صدرت خلال الفترات الماضية كانت تمثل بتعيينات لشخصيات معينة، كانت تمثل بالتأكيد مصالح إما السعودية وإما الإمارات، وبالتالي كان هناك القليل من الموالين والممثلين للشرعية اليمنية كما هي عليه تعبيرا عن إرادة لشعبية يمنية، وتتمثل هذه المصالح وتدافع عنها. حتى اليوم من ضمن المفارقات أن هناك ناس محسوبين على الشرعية وفي مواقع وكلاء وزارات ومستشارين وما إلى ذلك، هؤلاء بشكل علني وصريح ينشطون مع الإمارات التي قصفت الجيش الوطني الممثل للشرعية، ولا زالوا أيضا في أماكنهم. وبالتالي هناك بالتأكيد الكثير من الإشكالات التي تواجه الشرعية لها علاقة أيضا بمسألة الوضع غير المنسجم للحكومة الشرعية. لكن لو عدنا إلى البيانات التي صدرت مثلا عن رئاسة الوزراء وعن وزارة الخارجية، وعن هي بالتأكيد يعني قالت الكثير عن ما حدث في عدن وأيضا عن القصف
الذي استهدف الجيش الوطني، وبالتالي البيان الذي صدر من البيان الثلاثي هو بالتأكيد جاء لإعادة نفس الأطروحات والخطوات، مع الفارق بأنه يدعو بشكل صريح وعلني إلى طرد وإنهاء دور الإمارات في اليمن، بالإضافة إلى تشكيل جبهة وطنية واسعة للدفاع عن البلاد ووحدته وسيادته. وبالتالي أعتقد بأن البيان إلى حد كبير، ربما أرجح هكذا شخصيا، بأنه مناورة من ضمن المناورات التي تلعب بها الشرعية من أجل الضغط على السعودية تحديدا لإبداء موقف أفضل في مواجهة الغطرسة الإماراتية المؤكد مثلا، وهذا أمر شخصيا حاولت التأكد منه مساء اليوم، أن الرئيس هادي هو أكثر الشخصيات تشددا فيما يتعلق بجانب خروج الإمارات من التحالف، لكنه بالتأكيد يحتاج ربما إلى إسناد كبير، ويحتاج أيضا إلى تشغيل، وربما هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة فيما يتعلق بالموقف محليا ودوليا والإقليمية المختلفة. إذا شكرا لك سيد عبد العزيز المجيدي الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز. شكرا جزيلا لك، الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات، إلى اللقاء.